مقادير الباستا فلورا، كنا عاملينها وقتها بمربة التين. تقدري تبدلي مربة التين بأي نوع مربتين. عشان الحلقة دي كان فيها مربة التين أعتقد، ولازم تشوفوا مربة التين اللي عملناها في الحلقة دي، هتعجبكم قوي قوي قوي. يلا نطلع بقى بواقي اللي اتقلوا ونحط الصوص على المكرونة، ونسخن كمان الكبدة اللي عملناها في أول الحلقة، كبدة اسكندراني على طريقتي الخاصة. محتاجة أشيل الزيت، رموش الست نزلت. يلا صوروها بسرعة علشان ممكن ما تلحقوش تكتبوها. الوصفة دي من أنجح وصفات رموش الست، ناعمة جدا جدا جدا. الوصفة دي فيها البيض ولا ما فيهاش؟ فيها صح؟ علشان دهن دهن الوش كده بالبيض. الوصفة دي ناجحة جدا جدا جدا، صوروها بسرعة عشان هننزل بباقي الوصفات عشان نلحق ننزل بقية الحاجات، ونشوف لو في أسئلة على السوشيال ميديا نقدر نجاوب عليها. يلا بينا. سينامون رولز. خلينا نحط الكبده كده جنب كل الحاجات اللي هي بتتاكل جنبها، جرجير بقى، سلطه طحينه، فلفل احمر واخضر. يلا بينا. الملوخيه، دي ساره بتسال، الملوخيه متجمده والثوم متجمد، فكوا ينفع نجمدهم تاني؟ لا يعني ممكن التوم بس، واستحسن لا الملوخيه. لا الملوخيه تبقى وحشه قوي، اي وبعدين مش صح تماما. الملوخيه لا، التوم ينفع يمشي، بس لو فكك خالص 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 يعني بلاش. العسل ليه ايه؟ لا هو بيتخلط بس بياخد وقت طويل قوي، لان لو حاطين ليمون او لو حاطين العسل ليه ما بيتخلطش في اي حاجه غير الميه، بيتخلط بس عايز وقت اطول. يعني بنحط العسل على عصاير كتير وسموزيز كتير جدا، بتاخد وقت اطول. الميه دايما مكوناتها نقدر بتقبل اي حاجه، فهو لا هو بيتخلط بس بياخد وقت اطول. حاولي انت تدوبيه الاول في ميه وتزوديه، يعني حبة مية دوبي فيهم العسل، كمية العسل اللي انت هتحطيها، وبعد كده حطيه على العصير اللي هتحطيه فيه. مش دايما، مش كل العجين بتتعمل بمية متلجة، لا مفيش، مش كل العجين، مش كل العجين بيتعمل بمية متلجة. شوربة اللحمة بطريقتي، مين اللي بتسأل؟ أم محمد. أم محمد طريقة الشوربة بتاعتي بتاعت اللحمة هو إن أنا أشوحها كويس قوي في الأول مع بصلة مع الحبهان مع الحاجات بتاعتك كلها، لو بتحطي جزرة بتحطي حاجة زي ورق اللورة بيبقى لذيذ قوي كده، إن هي تاخد تشويحة بس ما تحرقيش الحاجات دي. البهارات نحطها في الآخر، الأول اللحمة بتتشوح كويس قوي قوي قوي، وأي بهارات بتتحط في الآخر تشويحة بسيطة قبل ما تتحرق، وبعدين تنزلي عليها المية بتبقى تحفة. الحاجات دي حاجات طبية قوي، إن أنا أكل كبدة في شهور الحمل الأخيرة دي لازم نسأل الدكتور، مش بتاعتي أنا يعني، فمعلش خلينا نتابع الحاجات دي مع الدكاترة أفضل. ما أقدرش أقولك أه طبعا كليها او ما تاكليهاش، لا لازم نسال الدكتور امتى ناكل كبده، امتى ناكل سوشي، امتى ناكل الحاجات المصنعات. ففي حاجات كده معلش خلينا نتابع فيها مع الدكتور، لان في دكاتره بتقول اوكي على حاجات ودكاتره تانيين لا بيمنعوا حاجات، وبتبقى طبعا على حسب حالتك الصحيه وعلى حسب تحاليلك. فنو واي ان احنا نبقى واخدينها كده
كلام من غير ما يبقى معانا دكتور يعني. افكار اكلات ينفع ناخدها معانا الرحله ومن غير ما تبوظ. طيب الافكار كتيره قوي، هي طبعا احنا كده كده هنبقى عايزين ساندويتشات وسلطات، وده الحاجات دي مش بتبوظ في الشتاء، طالما الرحله في الشتاء يبقى احنا تمام. ساندويتشات بقى كل ما هو كولد كاتس، المصنعات او التونه او الروس بيف، الحاجات اللي بنعملها في البيت، والسلطات بس ما نحطش عليها الدريسنج، ناخد الدريسنج بتاع السلطه معانا كده، أأمن حاجه نقدر ناخدها معانا في الرحله يعني. فكل حاجه كل ما هو في علبه، حتى الحلويات كب كيكس، عاملين كيكايه في العلبه متغطيه، تمام في الشتاء احنا تمام. المشكله كلها في الصيف والمايونيز لما بيسخن والطماطم لما بتسخن في الساندوتشات، انا دي مشكلتي كلها مع اي اكل، سواء لانش بوكس او لو بنروح رحلات وبنبقى واخدين معانا بيكنيك مثلا اكل ولا حاجه، مشكلتي كلها في الصيف اكتر، لان الصيف خطر جدا الحراره على حاجات كتيره، على الحاجات اللي فيها البان وزبادي وساور كريم ومايونيز، صوصات عموما مش احسن حاجه ان احنا نخرج بيها في الصيف. ايه الاخبار؟ الاطباق اللي كنت حاطه فيها ايه؟ الاطباق دي منين؟ هقول لكم. لا لا انا مش هقول منين، انا تتخضوش كده يا اولاد. منين ايه؟ الاطباق دي صناعه مصريه ومن الفخارين، لو حد شافنا في اول حلقه من حلقات سر الصنعه احنا رحنا صورنا في مدينه الفسطاط، عندهم اشكال يا ولاد وحركات، عندنا بقى شارع اسمه شارع 17 18، وعندنا الفخارين في مدينه الفخار اللي هي في الفسطاط ومصر القديمه. ان الناس دي بقى عايزه اقول لكم عندها فن مش اطباق، دي اقل حاجه موجوده. انا بستخدم اطباق يعني اشتريت من بره مصر، اشتريت من تركيا اطباق لما بيبقى حد جاي من المغرب بيشتري لي، بس الاطباق اللي انت بتسالي عليها مخصوص دي كانت من الفخارين وهي صناعه مصريه. حالا حاضر. ايه الاخبار؟ بتعملوا ايه؟ الكيك رول نعملها لانه اي طرق مش هتبقى يعني احسن حاجه ان انا اتكلم في طرق دلوقتي، فاهماني؟ فخلينا اي طرق احنا بنكتبها وهنقول على طول امتى هنعملها وبنحطها في القائمه يعني من عينيا. ايه ده غريبه قوي، اسراء عايزه اكلات صينيه، ناس كتير قوي ما بتطلبش مني الطلب ده يا اسراء. ناس كتير مش بتحب الاكل الصيني، مبسوطه بيكي. حاضر نعمل اكلات صينيه من عينيا. حاضر. لا هي اختيار فواكه المذبح او الحلويات زي ما بنقول بتبقى تعتمد على المصدر بتاعنا، اهم ما في الموضوع هو المصدر، فلازم ننقي جزار نظيف والحاجه تبقى ريحتها نظيفه، ما تبقاش ريحتها فيها اي حاجه، ريحتها نظيفه فله. انواع هنقول لها انواع جبن موتزاريلا في الكومنتس، مش هنقدر نقول هنا صح كده؟ لا الانواع اللي بتعمل مطه هتبقى موتزاريلا مش انواع تانية، لان الانواع التانية هتبقى حادقه قوي،
في انواع بتعمل مطه بس بتبقى حادقه جدا جدا جدا. النابلسيه فيها مطه، العكاوي فيها مطه، بس ما اقدرش اقول لك استخدميها بديل الموتزاريلا علشان ليها نكهه وطعم وليهم اكلاتهم وسلطاتهم وبابا غنوجهم كل حاجه.